السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف السادس، حياكم الله بمتابعة دروس التربية الإسلامية. اليوم بإذن الله سوف نصل إلى سورة الانشقاق ونطبق سويا أحكام القلقلة. لكن في البداية، ماذا تضمنت سورة الانشقاق؟ بعضا من مشاهد يوم القيامة ومظاهر قدرة الله تعالى. نأتي إلى القلقلة، تعريفها وحروفها. ما معنى القلقلة؟ نعم، هي اهتزاز الصوت عند نطق أحد حروف القلقلة ساكنا فيسمع له نبرة قوية. ما هي حروف القلقلة؟ أحسنتم، جمعت حروف القلقلة في قطب جد وتأتي في وسط الكلمة أو آخرها فقط، فنقرأها ساكنا هكذا: اق اط إب إج إد. ألم تسمعوا معي اهتزاز للحرف؟ إن شاء الله نتابع سويا في حصة زوم، نطبق سويا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.